مستر مصطفى الكلام ده. امال الكاميرات دي جايبه مين وهو بيحط الحاجه في شنطتها؟ انت ليه؟ احنا كده وصلنا عند المكان، هعرفك دلوقتي على مستر مصطفى، هو هيعرفك كل حاجه. اوكي عايزاك ترفعي راسي بقى كده وتشرفيني، انا قلت له انت صاحبتي. اوكي ماشي يا روحي. مساء الخير يا مستر مصطفى، ازي حضرتك؟ الحمد لله. مياده اللي انا قلت لك عليها اللي هتيجي تشتغل معايا هنا في الكافيه. ازي حضرتك؟ الحمد لله تمام. واشتغلتي قبل كده؟ لا اول مره. طيب تمام، عرفيها بقى انت الشغل وعرفيها تعملي كويس. خلاص تمام اوكي ماشي تمام. ماشي يا مستر مصطفى، تعالي معايا. مساء النور. حضرتك بتشرب ايه؟ قهوة مظبوطة بعد اذنك. تمام. والله حضرتك انت شغالة هنا بقالي كتير؟ لسه شغالة جديد من يومين. اصل انا باجي هنا كتير وما بشوفكيش. لسه جديد. جديدة، المكان منور الله يبيكي. شكرا. معلش بس لو ممكن اعرف اسم حضرتك. اسمه ميادة. ميادة؟ عشت الاسم ميادة. شكرا. انت بدأتي؟ انت هتاخدي زبايني؟ لا، الحوار كده ما يتسكتش علي. صبرك علي. شكرا يا حبيبتي. حضرتك تسوي حاجه؟ ممكن حاجه ساقعه؟ يعني اسمك ايه؟ اسمي ميال. عسل؟ عشان الاسامي. ربنا، انت مخطوبه؟ لا مش مخطوبه. لا طب يا حبيبتي، حضرتك فين؟ ما تشوفي شغلك عادل، ايه المقاسة اللي انت شغالة بيها دي؟ انا شايفة شغل اهو. انت كده شايفة شغلك؟ انا شايفاك عمالة تتمرقعي مع الزباين بصراحة. انا عملت ايه؟ عملتي ايه؟ يلا يا ماما خشي شوفي شغلك يلا. هو انا عملت ايه اصلا؟ هو انا ذنبي ان الناس بتحبني؟ البت دي كده وجودها خطر قوي هنا في المكان. انا غلطت ان انا جبتها هنا. بس لازم تمشي من هنا. لو انا قلت له مشيها هيسألني ليه؟ لازم اخليه هو اللي يطردها بنفسه. لازم اعمل لها خطه جامده. ميادة. لا. تعالي يا عايزه، اقعدي شويه. انا بشكرك على مجهودك اللي انت عاملاه معانا بصراحه. انت من ساعه ما جيتي المكان وكنت وش الخير على المكان وبتستقبلي الناس كويس وبتكلميهم كويس. بصراحه انا ما كنتش متوقع انت هتبقي شاطره كده. انا بشكرك على مجهودك وهعمل لك بونص علشان خاطر الحاجات الحلوه اللي انت عملتيها. شكرا جدا لحضرتك. بعدين نشوف شغل. كده بقى انا احط لها الموبايل والايفون في شنطتها قبل ما حد يشوفها. وهي بقى كده هتطلع حراميه قدامي وهو اللي هيمشيها بنفسه. هي عامله ايه فيها؟ وعايزه تاخد مني زبايني وتاخد مكاني. تستاهل. يا بنت اللذينة حرام عليكي. يا بنات. ماما يا مستر. تعالوا ثانية واحدة كده. التليفون بتاعي والإيراد كانوا هنا، محدش شافهم؟ لا أنا ما شفتهمش. ولا ما شفتهمش حاجة. ازاي؟ امال هم راحوا فين؟ انا سبتهم هنا وقمت رحت جبت حاجه وجيت. لا يا مستر ما اعرفش بصراحه هم راحوا فين. لا حضرتك انا ما شفتهمش، بس لو حضرتك مش مصدق ممكن تفتش. لا طبعا نتفتش ليه، احنا مش هجوميه. طيب هاتولي الشنط بتاعك. حاضر يا مستر. اتفضلي. اتفضل يا مستر، دي شنطتي، تقدر حضرتك تفتشها. ادي الشنطه بتاعتك دي كمان. ده ايه ده يا انسه ده؟ ايه ده؟ مش عارفة دول جم هنا ازاي؟ جم هنا ازاي؟ هما هيمشوا لوحدهم، الإيراد والموبايل هيخشوا عندك يعني في الشنطة لوحدهم؟ بقى أنا بعد ما قاعد بشكر فيكي وأقول لك شكراً على مجهوداتك وشغلك واستقبالك للناس، تسرقيني؟ تسرقي إيراد المحل والموبايل بتاعي؟ أنا ما عملتش كده، أنا مش عارفة إيه اللي جابهم في شنطتي. ما عملتيش كده؟
ومش عارف ايه اللي جابهم في شنطتك. انت تمشي من المكان ده ومش عايز اشوف وشك هنا تاني. انا ما عملتش حاجه. انت سامعه ولا مش سامعه؟ مستر مصطفى، مستر مصطفى، على اذن عايز اقول لك على حاجه. اتفضل. عايز ايه؟ البنت غلبانه اللي عملت كل ده مدام فيفي. ازاي يعني؟ انا شايفها بعيني الاثنين وهي بتحط التليفون والفلوس وكل حاجه في الشنطه بتاعتها. انت متاكد من الكلام اللي انت بتقوله ده؟ انا بقول انا شفت كل حاجه بعيني. يعني انت تقدر تواجهها بالكلام ده؟ اواجهها. ماشي. فيفي. جود مورنينج يا مستر مصطفى. انت مش حاسه ان انت عملتي حاجه غلط؟ انا حضرتك انا شغاله معاك بقالي سنين وحضرتك عارف ان انا ما بغلطش. من الواضح ان انت ما بتغلطيش، بس غلطتي المره دي غلطه كبيره قوي. البنت اللي انت جبتيها. البنت اللي انا جبتها. انا اسفه يا مستر مصطفى، انا ما كنتش اعرف ان هي حراميه صدقني. فعلا هي حراميه، بس انت اللي سرقتيها. انا ما حصلش يا مستر مصطفى الكلام ده. امال الكاميرات دي جايبه مين وهو بيحط الحاجه في شنطتها؟ انت ليه عملتي معاها كده؟ لان هي يا مستر مصطفى من ساعه ما جت وحضرتك والزباين ما عندكوش غيرها هي، وانا اتركنت على الرف خالص وهي اخذت مكاني. يعني انت عملتي كده عشان غيرانه منها؟ صراحه بقى يا مستر مصطفى. وانت شايفه ان انت اللي بتعمليه ده كويس؟ تغيري من اي حد كده تروحي ملبساه تهمه؟ طب وفريد انا كنت بلغت عنها ولا وديتها حبستها بالحاجه اللي هي عملتها وما كانش التليفون موجود معايا عشان اعرف ايه اللي حصل؟ لكن التليفون لما جه وفتحت الكاميرات عرفت ان انت اللي حطيتي التليفون والفلوس في الشنطه بتاعتها، وكمان زميلك اللي شهد عليكي. زميلي؟ شافك وانت بتحطي الحاجه بعينيه. يا مستر مصطفى انا ما كانش قصدي اعمل حاجه زي كده، بس بصراحه انا لقيت الزباين كلها ما عندهاش غير مياده وحضرتك كمان، نادتها وقعدتها وانا شغاله معاك بقالي سنين، ما قلتليش زي ما قلت لها كده. للاسف الشديد انت شغاله معايا بقالك سنين، بس ده اخر يوم ليكي النهارده في الشغل. انا اسفه يا مستر مصطفى، انت عارف ان انا محتاجه للشغل ده. بس اللحظه دي هي اخر لحظه انت هتبقي فيها المكان. لمي حاجتك دلوقتي حالا وما اشوفش وشك هنا تاني. يا مستر مصطفى انا اسفه، مش هتكرر مني تاني. مفيش حاجه اسمها انا اسفه والكلام ده. يلا اتفضلي لمي الحاجه بتاعتك وامشي، ما تورنيش وشك هنا تاني. يلا يا مستر يلا. مصطفى ارجوك انا محتاجه للشغل. ما تتحايليش عليا، خلاص انا خدت قراري ومفيش رجعه في الكلام ده. ماشي يا مستر مصطفى. هل انت الاصل؟